سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. ثغرة أمنية في خاصية سيسكو ديسكفري بروتوكول بروسيسنج في البرنامج الثابت لسيسكو آي بي فون سيريسس 8800 و7800 قد تتيح لمهاجم غير مصادق بإغراق الذاكرة المؤقتة على الأجهزة المتأثرة. طريقة هجوم جديدة تستخدم للتحايل على جدران حماية تطبيقات الويب وافس للعديد من المزودين والتسلل إلى الأنظمة، مما قد يمكن المهاجمين من الوصول إلى معلومات العمل والعملاء الحساسة. المشرفون على نظام تشغيل FreeBSD يصدرون تحديثات لإصلاح ثغرة أمنية تؤثر على وحدة بينج التي يمكن استغلالها لتعطيل البرنامج أو تشغيل تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.